هنا فعلا عايز ارجع للدكتور اسماء على مساله الشراكات الاقتصاديه. احنا اتكلمنا على قرارات الفيدرالي وتاثيراتها على الدول في العالم كله، مصر، افريقيا، الشرق الاوسط، الاتحاد الاوروبي الى اخره. اتكلمنا على اسعار البترول وما الى ذلك وهروب الاموال الساخنه. طيب مثلا الاموال الساخنه اللي خرجت من مصر تقدر تقريبا بحوالي 20 مليار دولار خروج. هل الاستثمارات اللي دخلت لنا ومش في شكل اموال ساخنه، في عندي استثمارات سابقه بدات تخش من الامارات والمملكه العربيه السعوديه، وعندي النهارده اتفاقيات تقريبا ب 7.7 مليار دولار، عندنا تعهد اخر من الامير محمد بن سلمان بقياده حزمة استثمارات تقدر ب 30 مليار دولار، هل هذا يعوض هروب هذه الأموال الساخنة أم يعوضها ويزيد؟ أو أن يوسف يقول أي كلام؟ لا طبعا، هو احنا مش هنقارن أرقام بأرقام، احنا هنقارن الأثر الاقتصادي لكل شكل من التدفقات لما بتدخل بيكون أثرها الاقتصادي عامل إزاي. هنتكلم على الاستثمارات المباشرة اللي هي زي الاتفاقيات اللي تمت النهاردة أو القيم اللي حضرتك كنت بتذكر إن هي بدأت تدخل. هو طبعا رفع اسعار الفايده بيخلي الاستثمار المباشر يكون بتكلفه اعلى، لان اسعار الفايده لما بترتفع ده بيزود من تكلفه الاستثمار المباشر، وده بيأكد يعني دعم السعوديه لمصر ان هي دخلت استثمارات مباشره في هذا التوقيت اللي بترتفع فيه اسعار الفايده. لما بتدخل بقى الاقتصاد وتشتغل يعني تشتغل بشكل استثمارات مباشره وشراكات مع القطاع الخاص، اول حاجه هي بتشجع القطاع الخاص، لان ممكن الاقتصاد الخاص يكون القطاع الخاص اقصد يكون في وضع ان هو متخوف مثلا ان هو يزود حجم الاستثمارات بتاعته وان الظروف ما فيهاش استقرار كافي. فالفلوس دي لما بتدخل وبتشجع القطاع الخاص بتشغل عماله، فبتقلل عندنا مستويات البطالة طبعا. بتزود الانتاج والعرض الكلي، وده أساسا مسبب رئيسي في ارتفاع معدلات التضخم. فإحنا لما بنزود معدلات العرض الكلي ده بيقلل من معدلات التضخم بشكل آخر. القطاعات اللي هي دخلت فيها ليها قطاعات مكملة، يعني كل قطاع اقتصادي بيكون ليه روابط أمامية وروابط خلفية. يعني مثلا حضرتك بتنتج حاجة معينة، طب محتاج مدخلات انتاج من قطاع اخر، او الناتج بتاعك بتقدمه كمدخل انتاج لقطاع اخر، فهذه الروابط الامامية والخلفية. فانت لما بتشجع قطاع معين او بتضخ استثمارات في قطاع معين انت بتشجع مجموعة كبيرة من القطاعات، وده بالفعل احنا شفناه. يعني القطاعات اللي دخل فيها الاستثمارات السعودية فيها بنية تحتية، البنية التحتية دي رئيسية لجذب اي استثمارات، بتشجع اي واحد ان هو يبدا ان هو يشغل المشروع بتاعه. مشروعات سواء الطاقة التقليدية أو الطاقة المتجددة والاستثمارات في الهيدروجين الأخضر، ما ده مدخل إنتاج لمجموعة كبيرة من الصناعات، تقريبا كل الصناعات بتعتمد على الطاقة، وكمان أهميته بيجي في الوقت اللي مصر بتسعى فيه إن هي تكون مركز إقليمي للطاقة، بتزود الاكتشافات وبتزود الإنتاج وبتزود الصادرات بتاعتها. فلما نضخ استثمارات في القطاع ده شيء مهم جدا. كمان مصر إن شاء الله هتستضيف قمة المناخ في نهاية العام الجاري، فلما نكون بنزود الاستثمارات بتاعتنا في قطاع الطاقة المتجددة وفي قطاع الهيدروجين الأخضر، يبقى احنا كده بنأكد على رغم ان مصر من الدول الأقل تسببا في ظاهرة التغيرات المناخية، ولكن هي بتواجهها بزيادة الاستثمارات في قطاع الطاقة النظيفة، وبتشجع الدول التانية ان هي تدخل تستثمر في القطاع دوت. عندنا الصناعات الغذائية، هي الصراع الروسي الأوكراني انعكس على الأسواق الناشئة في حتتين كبار، الأمن الغذائي وأزمة الديون. فلما احنا نزود الصناعات الغذائية عندنا يبقى احنا كده بنعوض بقى، يعني بنعوض أي نقص ان هو تم. فهي دخلت في قطاعات فعلا قطاعات مهمة، وقطاعات بتشغل قطاعات أخرى، غير ان هي بتشغل عمالة بتزود العرض الكلي، فدي بتساعد على ان الظروف الاقتصادية تستقر خلال الفترة التانية. كمان في حاجة مهمة هنا عايزين نشير ليها، لما حضرتك بتتكلم على أشكال الاستثمارات المختلفة، طيب الفلوس اللي هي قريب من 8 مليار دولار دخلت الاقتصاد في شكل إيه؟ هل دخلت في شكل ودايع قروض؟ يعني السعودية ادتنا قروض؟ طبعا لا، هي ما دخلتش في شكل قروض. احنا دلوقتي أسعار الفايدة مرتفعة عندنا جدا، فأي استدانة هتبقى بفايدة والتكلفة عالية، لا دي بالعكس دخلت في شكل استثمارات. يعني بالزبط. هي دخلت شغل لك الاقتصاد بتاعك وتدوره، فده بيأكد على أهمية الدور السعودي في دعم الاقتصاد المصري. يعني طبعا السعودية دولة نفطية، فهي من أقل الدول اللي يعني اتعرضوا للأزمة، أو يعني إنما مصر طبعا كان الأثر عليها كان أكبر. فده بيأكد يعني إن الدور ده كان قوي، ويأكد برضو على دور هيئة الاستثمار في مصر إن هي استطاعت إن هي تجذب استثمارات في الوقت الحالي. يعني جذبت
استثمارات بمبلغ كبير في قطاعات رائده وفي قطاعات حيويه بالنسبه للاقتصاد. كمان في بعض المشروعات فيها تبقى مشروعات قوميه ومتعلقه بالبنيه التحتيه. رئيس هيئه الاستثمار اعلن ان هي هتاخد الرخصه الذهبيه وعرض عليهم مجموعه كبيره من الفرص الاستثماريه المتاحه في مصر، حوالي 2700 فرصه موجودين في الخريطه الاستثماريه. فده بيجذب بس مش السعوديه، ان شاء الله دول تانية اكتر ان هي تدخل في تضخ استثمارات مباشره. طيب.